تحية للحضور الكريم، تحية كذلك للقضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمدينة مكناس. حقيقة اليوم الحضور نتاعنا جاء لتقييم خطر استحقاقات تقنية التدبير 2021 الشباب والنساء ونموذج مدينة مكناس. حين نتحدث عن الشباب فإننا نتحدث عن قوة قيادية، نتحدث كذلك عن قوة التغيير، نتحدث كذلك عن قوة سياسية، نتحدث عن قوة اجتماعية. كذلك حين نتحدث عن النساء فإننا نتحدث عنهم كمقاربة نوع ومقاربة كذلك لتتهم الإنصاف وتكافؤ الفرص. اليوم الحديث نتاعنا حول الاستحقاقات الانتخابية 8 شتنبر 2021، حيث شكلت هذه الانتخابة سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز، إذ أجريت فيها الانتخابات بكل أنواعها، انتخاب لجان الثنائية لمنتصب القطاع العام وممثلي المأجورين في 16 يونيو، انتخاب الغرف المهنية كذلك في 6 أغسطس، وكذلك الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية وانتخاب مجلس العمالات والأقاليم، ثم انتخابات كذلك مجلس المستشارين. كما تعتبر كذلك السنة الانتخابية هذه السنة الانتخابية في نعتبرها انتخابات الثالثة بعد دستور 2011 والانتخابات 11 بعد 1993 بعد إصدار أول دستور مغربي بعد الاستقلال في سنة 1962. المستجدات هذه المحطة، المستجدات الانتخابية التشريعية والجماعية جرت في يوم واحد وهو 8 شتنبر. كذلك المستجدات نتاعها هي انتخاب مجالس العمالات والأقاليم في 21 شتنبر 2021، كذلك انتخاب مجلس المستشارين في 5 أكتوبر. أول ملاحظة يمكن ملاحظتها في هذه الانتخابات هي بأنه العهد الجديد بولاية الملك محمد السادس نصره الله لم تتأخر أي مرحلة انتخابية عن موعدها. السياق الوطني والإقليمي قبل تفكيك آليات الحديث عن نتائج وأثر الانتخابات. السياق الإقليمي والدولي، نقول بأن العلاقة كانت متوترة مع دولة الجزائر التي أعلنت من جانب واحد قطع العلاقات مع المملكة المغربية. نقول كذلك بهناك علاقة تنافرية ما بين المملكة المغربية وإسبانيا. ثم العنصر الثاني اعتراف الرئيس الأمريكي السابق بمغربية الصحراء، ثم كذلك فتح العلاقة العلنية مع إسرائيل وإبرام المعاهدة الثلاثية التي ضمت كل من المملكة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. السياق الوطني الداخلي للمملكة، جرت هذه الانتخابات في سياق وطني تطبعه دائما جائحة كوفيد 19. كذلك جرت هذه الحملة الانتخابية وفق الضوابط الدورية نتاع وزارات الداخلية اللي حاولت بأنه تنظم الحملات الانتخابية. جرت كذلك في انتقال الحملة الانتخابية على العموم من الأحياء والأزقة نحو كذلك المواقع الإلكترونية، وهذا اللي تلاحظوا في هذه الانتخابات الأخيرة لأن هناك دورية نتاع وزير الداخلية وهناك كذلك جائحة كوفيد. رهان التمرير نتاع الانتخابات نتاع 8 شتنبر 2021 وكان رهانا محاربة عجوب والمقاطعة الانتخابية. التعديلات الانتخابية وشأن الداخلي، تجدد النقاش دائما حول آليات الانتخابية وجدواها من زاوية تجويد الخدمات الديمقراطية. نمط الاقتراع هو الإبقاء دائما على النمط الفردي والنمط اللائحي، ثم كذلك متابعة تغيير القوانين الانتخابية والتي لم تعرف استقرارا حسب كل محطة كالعتبة اللي نزلت من 6 نحو 3 وكذلك ليتم حذفها في آخر انتخابات. كذلك اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا على أساس الأصوات الصحيحة. الملاحظة الثانية في هذه الانتخابات غياب الاستقطاب الحاد. حين نتحدث عن الاستقطاب الحاد فيمكن أن نقول أن ذاك الاستقطاب الذي كان ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني الأحرار لم يكن بالمستوى الذي عرفته الانتخابات السابقة بين حزب العدالة وحزب الأصالة. لما؟
لأن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني الأحرار يشكلان جزءاً من التحالف الحكومي الذي قاد تجربة الولاية الأولى والولاية الثانية، وهما إذن حزبان للأغلبية يتقاسمان الحصيلة الحكومية سواء كانت سلباً أو كانت إيجابية. ثاني عنصر هذه الملاحظة استقطاب الأعيان، وهي ملاحظة يمكن خصنا ناخذها بعين الاعتبار وبالتفرد. استقطاب الأعيان بأصنافهم المختلفة، أصحاب المال، رؤساء الفرق الرياضية، بعض الفنانين، وترشحهم أو ترشيحهم بحكم الرمزية التي يمثلونها وشبكة العلاقات التي يتوفرون عليها، بعد أن تراجع مفهوم الترشيح النضالي والالتزامات الحزبية. استقطاب الكفاءات والتكنوقراط من خارج دائرة الأحزاب، ظهور شكل جديد من تدبير سياسي، وعلى وهنا اصطلحت عليه بهذا المصطلح هي المقاولات الحزبية. كانت عندنا مقاولات حزبية نضالية، الآن أصبحت لدينا مقاولات حزبية اللي ممكن بأن تدخل واحد رؤية جديدة للانتخابات. ظهور كذلك تبني القاسم الانتخابي على أساس المسجلين شجع الأحزاب الصغرى للمشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية، ودفع أنصارها وأعضاءها إلى المشاركة الانتخابية. درت واحد العلامات نتاع ثلاثة النقاط، يعني بأنه ديك الأحزاب اللي تنصطلح عليها الصغرى هي في الحقيقة أي أحزاب معترف بها وليست بالصغرى، ولكن هذه الملاحظة اللي خصنا نديروها كنلقاو بأن هذه الأحزاب اللي سميناها الصغرى عندها كي بحال هذيك الكريمة ولا تتبيع الناس باش يترشحوا بالاسم نتاعها، أو لا تفوض هذه الكريمة الناس باش يترشحوا بالاسم نتاعهم. لما؟ لأنه ممكن بأنه يكون عندهم النجاح. الآن بأنه تنوجد 31 حزب اللي تقدم الانتخابات، وتنوجد كذلك بأنه كاين واحد النوع من البلقنة في السياسة المغربية. الانتخابات التشريعية، إحصائيات نوعية، فتنتكلموا على الانتخابات السياسية تلقوا بأنه فتنشوفوا توزيع المترشحين حسب النوع، وهنا تنتكلموا على المترشحين وليس المنتخبين، تلقوا بأنه دائما الحصيلة 84.09 من الذكور، وتلقوا كذلك 15.91 من الإناث. هنا تحققوا أول معادلة وهي غياب تكافؤ الفرص، وتنقول بأن النساء بقات دائما في هذاك الهامش وفي هذاك الهامش نتاع الظل، يعني بأنه ما كانتش عندهم هذيك القوة التفاعلية مع هذه الانتخابات، وما كانتش عندهم كذلك هذاك البروز. هنا تنقولوا حاجة أخرى، بأنه اللحظة فاش نتكلموا على هذه الحادث نتاع الفصل ما بين الذكور والإناث، تنقولوا كذلك حتى لائحة الشباب، بأن هذيك لائحة الشباب اللي كانت تدوجو من خلالها الشباب بأن الدولة حذفتها، وبقات بأنه دائما هذيك الكوطة اللي تتحد نسبة محددة من النساء هي اللي تتمرر النساء نحو مراكز القرار. توزيع المترشحين حسب المستوى الدراسي وحسب الفئات، فسنشوفوهم تلقوا بأن حسب المستوى الدراسي تلقوا بأنه عندنا انتقلنا من هذاك المستوى الدراسي المتدنية نحو المستوى الدراسي شي شوية عالي، تلقوا بأن 61.36 عندهم مستوى دراسي عالي، تلقوا بأنه ثانوي عندهم 33، تلقوا ابتدائي يعني بأنه واحد النسبة قليلة قليلون ما تلقاوهمش، وهذه على شكل العموم في الرؤية العمومية. توزيع المترشحين حسب الفئات العمرية، يعني فاش تنشوفوا الفئات العمرية وتتحدثوا على الشباب اللي كاين عندنا في العنوان، تتحدثوا على النساء اللي كاين عندنا في العنوان، تلقاو بأنه هذيك فاش نبغيو تعرفوا الشباب تلقاو هذيك الاختلاف نتاع تعريف الشباب، شكون هو الشاب؟ واسم 15-24، واسم 15-29، واسم 18، يعني فاش نوصلوا تلقاو بأن الأمم المتحدة تقول لك بأن هو 18 عام مازال تعتبره طفل، إذا شكون هو الشباب؟ يعني فاش نشوفوا هذه المعادلة اللي عندنا هي توزيع المترشحين حسب الفئات العمرية، تلقى بأنه أكبر من 55 واش هما شباب؟ إذا ما كاينش هما شباب، إذا هادو الناس اللي كبار وبقاو محافظين على المراكز والمواقع نتاعهم الانتخابية، تلقاو كذلك في 45 55 21%، فاش نمشيو من هذه الفئة نتاع 35 45 تنجمعو سميتو، تلقاو بأنه نسبة الشباب ضئيلة وهي 17 وتنحكموا عليها بأنه الآن لا زال الشباب لم يمارس السياسة، وإنما كان دائما في اللائحة لورتيت الصور نتاعو اللوائح نتاع المرشحين. تنتكلموا على إحصاءات نوعية توزيع المنتخبين،
بس نتكلم على توزيع المنتخبين حسب النوع فيما هو تشريعي، يعني بانه اللحظه بس توزيع المنتخبين اللي نجحنا اللي نجحنا ماشي المرشحين اللي نجحنا تلقى بان توزيع المنتخبين حسب الفئات العمريه تلقى بانه واحد عندنا في المكناس مس تا اللي نجحوا بالمباشر يلا عنده بين 35 و45، فيما الخمسه من 6 تلقاو عندهم فوق 55 سنة، وهذه إحصاءات مأخوذة من بوابة داخلية الانتخابات. فسنتكلم على توزيع المنتخبين فيما يهم المجالس التشريعية حسب المستوى الدراسي، وهي هنا الآفة العظمى تلقى بأن 16 فيهم ما عندهم مستوى دراسي وتيمثلونا في المركز نتاع التشريعي، وهذه يديروا لنا القوانين نتاعنا. هنا تتسائلوا وتتسائلوا كيفاش ممكن هذه تكون هذه العملية. اللحظة هنايا فاش نتكلموا هذه ما نطولش فيها بزاف، التوزيع نتاعهم هما هنايا كاينين اللي كاينين، غير المتغير اللي كاين هي فاش تخلى البرلماني تاع حزب الاستقلال عن منصبه في البرلمان، يعني بأنه اللي موراه واللي ولا رئيس نتاع جماعة سيدي سليمان مول الكفال واللي ولا رئيس، يعني بأنه النسبة اللي تنقولوا بأن 4 من 6 برلمانيين سبقوا كانوا برلمانيين في الكناس، واللي كاينين جداد هما 2 البرلمانيين جداد، لا داعي لذكر الاسم نتاعهم. نسبة المشاركة، وهنا نسبة المشاركة مثلا تكلموا عليها تلقاو نسبة المشاركة الوطنية 50.86، وهذه النسبة تاع المشاركة 50.86 يعني كانت عندنا واحد القفزة نوعية عن آخر انتخابات، لكن على المستوى المحلي تاع مدينة مكناس تلقاو نسبة المشاركة 37.44. وهنا التساؤل، لماذا هذا العزوف عن الانتخابات بمدينة مكناس؟ لماذا أهل مكناس الزيتون تركوا السياسة؟ لماذا لا يشاركون في السياسة؟ علاش؟ لأن العجينة سخونة، أسيدي دير يديك فيها وقلبها وسخونة، وحاول بأنك حتى أنت دير هذاك الفرز ودير هذيك الاختيارات نتاعك في مدينة مكناس. واش الناس في مكناس ما بقاش يمارسوا السياسة ولا تيمارسوها يلا في المواقع الاجتماعية الفيسبوك؟ هنا هذه التساؤلات كثيرة خصنا بأن نسألوها. لما؟ لأنه الآن في هذه اللحظة اللي دار السي عصام هذا الندوة، يعني بأنه شنو تنديروا؟ تقويم الحصيلة. وهي الاولى اللي تنحاولوا نديروا كذلك الاطمئنان على مسار ديمقراطي المغربي، لان اللحظه فاش نتجادلوا على المسار الديمقراطي المغربي يعني بانه تيكون عندنا تشكيك في صناديق هذاك الاقتراع، وتيكون كذلك تشكيك كذلك حتى في الاحزاب السياسيه. اليوم الدور نتاعنا هو بان نخرجوا واحد الخلاصه الاطمئنان على مسار الديمقراطي المغربي. نتائج الكليه، فتنتكلموا عن النتائج الكليه تلقاو النتائج الكليه اللي كاينه في المدينه على صعيد المملكه، تلقاو بان التجمع الوطني الاحرار بالاغلبيه، ثم يليه الاصاله المعاصره، ثم يليه حزب الاستقلال، ثم الاتحاد الاشتراكي، وهنا هذا على الصعيد الوطني. ملاحظات عامه حول الانتخابات التشريعيه، نسبه المشاركه المحليه بمدينه مكناس ضعيفه بالمقارنة مع متوسط نسبة المشاركة الوطنية 50.18 وطنيا، وهي نسبة متقدمة على المشاركة المسجلة في 2016 التي كانت في حدود 43، وهذا هو الخوف الكبير نتاع صانع الانتخابات المغربية للمشاركة، لأن التخوف الكبير كان عندنا هو مقاطعة الانتخابات، مقاطعة صناديق الانتخابات، غياب واجهة أو وكيلة لوائح الذكور والاكتفاء بالتمثيليه النسائيه. لحظه تجيو نشوفوا بان لوائح نتاع الذكور في الانتخابات الشريعيه نتاع اللوائح نتاع الانتخابات الشريعيه البرلمانيه تلقاو كلهم رؤساء اللوائح الذكور، وخلاو التمثيليه نتاع الكوطا النساء، في حين بانه كانت تكون هذيك مقاربه النوع وتكافؤ الفرص باختيار ما بين ذكر او انثى في راس اللائحه الوطنيه. كذلك من 5 من 5 و6 كانوا يمثلون مدينة مكناس. هنا التساؤل، أين هو التجديد؟ أين هو التشبيه؟ أين هي كيف حالي تنسميه بأنه هذيك نعاود ندير واحد العجنة أخرى ولا نقلبوا الطرحة في السياسة المغربية؟ ما قدرناهاش هنا في مدينة مكناس، إذا مازال عندنا ديك الولاءات السياسية في مدينة مكناس حاضرة، ومازال عندنا كذلك هذاك الانتخاب كاين. نسبة 16.67 بدون مستوى دراسي،
وجنها في البرلمان. كذلك غياب نود نسوة من النجاح المباشر في الانتخابات الشريعية، يعني بأنها عندها صفر. فسنشوفوا ستة الناس اللوائح الانتخابات المباشرة تلقوا كلهم ذكور. لحظة فين يطلعوا لنا شي شوية نتاع النساء في هذه الانتخابات الغير مباشرة اللي جرات على صعيد الجهوي. إحصائية نوعية حسب النوع. الآن نرجعوا للانتخابات الجهوية، تكلمنا عن الانتخابات الشرعية، الآن نتكلموا عن الانتخابات الجهوية. فسنتكلموا على الانتخابات الجهوية، تلقى بأنه كذلك النسبة طلعت لنا شي شوية تمثيلية النسائية 13، وبقات بأنه نسبة الذكور دائما مستحوذة 66. يعني بأنه شنو ولينا تنديرو؟ تنديرو هذاك المعدل تاع الدولة، نعطيهم 21 نعطيهم 21، تنديرو هذيك الإرضاءات وتنديرو هذيك اللوائح اللي تدوز قانونيات، ما بقيناش نديرو هذيك المفاضلة نتاع بأنه هذيك الاعتبارات السياسية تكون مناضلة ومناضلة، يعني بأنه نعطيوها وجهها ونعطيوها نقدموها، لا، ولكن شنو تنديرو؟ تنديرو ما هو قانوني. نعطيها 21 نعطيها 21، نعطيها الكوطة ديالها نعطيها الكوطة تاعها، ولكن خصنا إعادة النظر في صياغة القوانين الأساسية أو القوانين القبلية تاع الانتخابات نتاعنا. وكذلك خصنا وسط الأحزاب نتاعنا يولي عندنا هذيك الديمقراطية نتاع الترشح، ما نوليوش تنبيعوا بأنه بحال تنبيعوا هذيك الكريمة نتاع الترشح، ولكن بحال تنبيعوا بأنه هذيك وكيل لائحة، ولكن لا، خصنا بأنه نرجعوا لهذاك القوام القديم. عندنا فتنشوفوا العنصر الثاني توزيع المقاعد حسب الهيئات، يعني اللحظة فتنشوفوا تلقى بأنه دائما عندنا واحد الاتجاه عندنا في الجهة تاع المكناس، يعني بأنه المقاعد حزب الاستقلال 3، كذلك حزب التجمع الوطني الأحرار 3، وهذه ما بغيناش ندخلوا فيها في التدقيق، ولكن هذا نمشيو توزيع الأصوات اللي تنوجد بأنه كذلك إلى قارنا مدينة المكناس تلقى بأنه 37% تاع نسبة المشاركة، ولكن لا قارنا هذا 37 وهي تجي في العرض 37، ما هو عندنا في مدينة مكناس جماعة مدينة مكناس، يعني بأنه تنتكلموا على مجلس جماعة مكناس تلقوا بأن أضعف مشاركة انتخابية هي اللي همت مجلس جماعة مكناس 23 فاصلة شي حاجة نوصلوا لها. نسبة المشاركة هنا تتبنى دائما تلقاو 37.44 على صعيد الجهوي، وتلقى بأنه النساء على صعيد الوطني 50.86، يعني بأنه ما وصلناش حتى النصف او متوسط الوطني في هذه النسبه نتاع المشاركه نتاعنا. نتائج الانتخابات هي اللي كاينه عندنا هنايا، تلقى بانه التقسيم نتاع المقاعد على الصعيد الوطني ماشي على الصعيد الجهوي، تلقى دائما التجمع الوطني الاحرار على راس اللائحه، وتتبعوا كذلك حزب الاستقلال، وتتبعوا كذلك حزب الاصاله والمعاصره. الانتخابات الجماعية وهي أهم شيء خصنا دائما نركزوا عليه في مدينة مكناش، لأنها تعني دائما المواطن في مباشرة مع مجلسه الجماعي، وهنا غادي نركز على مجلس مدينة مكناش، ما تكلمش أنا على تولان، ما تكلمش على وستان، ما تكلمش على الدغيسة، ما تكلمش على مصاف، ما تكلمش على الآخرين كاملين، ولكن غادي نركز على مدينة مكناش كعمالة. توزيع المنتخبي حسب النوع، هنا فتلاحظوا التوزيع نتاع النساء تلقاو 34.43، وهنايا هي بانه شنو تنقولوا هذيك المقاربه نتاع الدوله تلقاو 21 امراه هي اللي ناجحه في هذيك 34.2، يعني في اللحظه فاش ندخلوا عند 65 تلقاو 65 كلها ذكور، وما قدراتش ان هذيك 65 تخلى على شي اماكن للنساء. تنوجدوا كذلك فتنتكلموا على الفئات العمريه، تلقوا اقل من 35 عندنا في المجلس الجماعي تاع مدينه مكناس 6.56، وهنايا دائما هنا هو التساؤل نتاعنا، فتنتكلموا على الشباب والنساء تنتكلموا دائما على ذاك الحيط القصير اللي تنضغطوا عليه وتنحاولوا نقزموا وتنحاولوا نقللوا منه. الان شنو عندنا؟ معادله كبيره تنجمعوا هذيك 55 و45 و35، تلقاو بانه تقريبا عندنا في مدينه مكناس 93% كلهم هذوك الناس القدام اللي مارسين مخهم في السياسه وهذيك. اذا شنو خصنا نديروا؟ خصنا بانه نوضوا الشباب اللي حاضرين معنا او الشباب مدينه مكناس ويمارسوا السياسه، وبارك علينا هذيك الممارسه نتاع السياسه في المواقع الاجتماعيه، كاينين الاحزاب نتاعنا، نظموا من داخل الاحزاب نتاعنا، نديروا التغيير، قياده التغيير، لان فاش نتكلموا عن الشباب، ولا اذكر بانه الشباب لحظه فاش كانت تتكلم
طالب في الجامعة كنوا على يقين بأن الدولة تتوقف وتستمع إليه، لأنه كان تتعرف قوة الشباب وتتعرف بأن قوة التغيير وتتعرف بأنه هذوك الناس هو اللي حاملين الهم نتاع المجتمع وحاملين الهم السياسي وحاملين هم التغيير. توزيع المقاعد، وحنا تعرفوا توزيع المقاعد ما يتمكناش كاين التسعود، يعني بأنه الحكم نتاعنا بأنه تنقولوا بأنه مجلس البلقانة أو مجلس كما تنسمي أو أصطلح عليه الشتات. وهذا المصطلح نتاع الشتات هو بانه تنجد المجلس يجمع لنا واحد المجموعه من الاحزاب، تلقاو بانه في اللائحه نتاعنا بانه تنقول بانه تنديروا انتخابات باللائحه، ولكن في وسط المجلس نتاعنا راه كاين انتخابات فرديه، تلقاو هذوك الاخرانيين ناجحين 371 صوت، ناجحين 380 صوت، ناجحين جوج الناس 380 صوت ولا سميت، اذا شنو هذه؟ وسط انتخابات باللائحه، اذا هذه انتخابات لي يمكن نقولوا عليها فرديه، لان اللحظه هذه فتلقاو بانه هاد الناس ناجحين بهذا الكم القليل، يعني بان اللائحه راه تلغات وما بقاش عندها ذلك القيمه، وهذا هو التشكيك اللي كان عندنا دائما في هذا القاسم الانتخابي الجديد، لانه ما خدعناش للقاسم المشترك نتاع اللوائح اللي كان قديم. الانتخابات الجماعيه ونسبه المشاركه هنايا هي اللي خصنا نلاحظوا. دائما قلت لكم بانه الا شفنا على الصعيد الجهوي او الصعيد الوطني تلقاو بان نسبه المشاركه 37، الان فاش ندخلوا وسط المدينه تاعنا تلقاو 23، يعني ما حققناش حتى النسبه حتى نص النسبه الوطنيه في هذا السن تاعنا 23، بانه شنو؟ اين كان اهل مدينه مكناس؟ واش ما بقاش يشاركوا في هذه السياسه؟ وهذه هي اصعب الاسئله اللي خصنا نجاوبوا عليها اليوم هذا ندوة المباركة. نتائج الانتخابات كانت على الشكل التالي فيما يهم وطني، وهذه وطنية لأنه تجمع الوطني الأحرار عند 9995 منصب، وتلقاو كذلك حزب الاستقلال عنده 5000، تلقاو الاتحاد الشرقي عنده 2415، وهذه على الصعيد الوطني. الخلاصات بس ما نطولوش، مقارنة بما هو جهوي ووطني يمكن اعتبار نسبة المشاركة في مكناس تواجه تقريبا نص بما تحقق وطنيا، عمالة مكناس 37.44، فيما 23.35 اللي كانت انتخابات داخل مجلس جامعة مكناس. نسبة المشاركة غير متباعدة على الصعيد الجهوي، فاس الجنوبية فقارنتها مع فاس الجنوبية مع مدينة مكناس، لقيت فاس الجنوبية عندها 28.16، ولقيت بأن مدينة مكناس لقيت 23.35 في المشاركة الانتخابية. ملاحظة ثالثة، كانت نسبة المشاركة وهنايا أفتخر وأعتز أمامكم بالجهة الجنوبية نتاعنا، لأن الصحراء أبدت مشاركة كبيرة 68.70 في مدينة العيون، يعني بأنه 68 فاقت ما هو متوسط وطني. وهنا شنو عبروا المغاربة؟ عبروا على الانتماء نتاعهم للمملكة المغربية، عبروا كذلك على الرؤية نتاعهم نتاع الحكم الذاتي اللي تدفع به المملكة المغربية. هنا بقينا تنتكلموا دائما على المشاركة وتتكلموا على النساء، ولكن نسينا هذوك المقاطعون، المقاطعون أو الممتنعون عن التصويت والمشاركة. يعني بانه الناس هادو راه ما نزلوش عاد للساحه السياسيه وداروا شي شويه تاهما داروا وقال لك الناس اللي ما تشاركوش كذا، هادو راه بقاو مرفعين يديهم وجالسين. عرفت انتخابات كنا مقاطعه على من بعض الهيئات والتنظيمات، يعطيو مثال بانه العدل الاحسان بانه تيقاطع هادي وبانه تينزل دائما اللوط، كذلك الناس الديمقراطي اللي حتى هو ما شاركش في هذه الانتخابات حزب الناس الديمقراطي، ولكن كاينين كذلك بيناتنا اللي تيقاطعوا هذه الانتخابات، ما هو منتمي ما هو تيمشي يشارك ولكن تيبقى في الاخر دائما، وهذا هو العيب ديالنا. تنقول هذاك ما دارليش رئيس المجلس البلدي، اسيدي شارك وشارك في التغيير وقياده التغيير ونحاسبه المساءله، لان الحكمه كاينه. لحظة انا ما تنعطيش الادوار نتاعي الحقيقيه، ما تنقمش بالممارسات السياسيه نتاعي، اذا ما عنديش الحق بان نحاسب المجالس نتاعنا ولا نحاسب البرلمانيين نتاعنا. عرفت قلنا عجوبا على التصويت بفارق غير متساوي في النسب بين الاقاليم والعمالات، يعني اللحظه كما قلت لكم بانه بين فاس الجنوبيه 28 وبين مدينه مكناس 23 وما وصلوش حتى المتوسط النسبه الوطنيه 50، تنقول بانه هذه النسبه متذبذبه، ويعني بانه دائما تبقى ذيك التساؤل نتاعنا او المساءله لما هذا العجوب. ظاهره التصويت، وهنا هذه هي اللي بدات لنا في هذه الانتخابات تاع 2020،
دائرة التصويت العقابي الذي مارسته الكتلة الناخبة لا حبا في زين ولكن عقابا لعمر. وهذه المشكلة، راه ماشي كلشي يحجبو وصوتو عليه، ولكن راه كذلك عقبو حتى عمر. جاذبية المال، وهذه اللي كانت عندنا، كانت تتناقش جاذبية المال وشبكة الأعيان وامتدادات الوسطاء وكذلك دورها في توجيه عمليات التصويت والاختيارات، يعني اللي اصطلحت عليها الاستراتيجية الناعمة للانتخابات. وهذه الاستراتيجية الناعمة للانتخابات يعني بعض الأحزاب الوطنية اشتغلت عليها هذه 5 سنين ل6 سنين هي خدامة على الاستراتيجية الناعمة، يعني بأنه تتحاول بأنها تسطر الناس. عندنا كذلك فتنتكلموا، وهذه هي الأهم اللي قلت اليوم، لأنه فتنتكلموا اليوم تنتكلموا على الإطمئنان على النتائج. لان مثلا نجي انا كحزب سياسي ونجلد الذات نتاعي ونجي كحزب سياسي وندير هذاك التقويم النتائج ونصبخ على راسي او نقول بان ما حققش النتائج كاينه، ولكن تقسم بانه دائما هذاك التقويم نتاع الناس الملاحظين اللي كانوا تيلاحظونا في الانتخابات والتقويم كذلك نتاع الحقوقيين. ماذا يقولون؟ يقولون بان هناك في الملاحظه الانتخابيه حول النجاة والشفافيه كانت دائما لان تحاول منين تلفني سي حسن بهذا الموضوع قلبت عليها. كل هذه الاحكام اللي وجدتها هي احكام وصفيه وارقام عدديه تراكميه. لحظه فتنبغيو حنا التقويم تاعنا خصنا بان كنا المشكله. لماذا العزوف عن الانتخابات؟ لماذا العزوف عن تمثيليه الشباب والنساء؟ لماذا الان شنو تنديرو حنايا؟ حنا تنشوفو ما هو وصفي اكثر ما هو تقويم نوعي. لما للانتخابات؟ لماذا؟ لان الهدف الاساسي نتاعنا تجويد خدمات الديمقراطيه المغربيه. بالنسبه لاستعمال المال، فقد كانت هناك شبه اجماع، وهذه وجدتها شبه اجماع حول هذه الظاهره مع تفاوت في تقييم حجمه وتاثيره على